نعم، صار تأخير في تنفيذ المشروع أو البدء بالمشروع. السبب حقيقة هذا مشروع مثل هالضخامة يحتاج دراسة تخطيطية ومرورية. الدراسة المرورية ليفل واحد اللي يسمى ليفل واحد يأخذ ما يقارب السنة تقريبا من 6 شهور للسنة، وأيضا بالإضافة للدراسات التخطيطية الأخرى. لكن أنا حبيت أأكد أن حاليا إحنا نتواصل حقيقة بكل جدية مع الشركة المنفذة، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة النصف الثاني من هذه السنة إن شاء الله بيبدأ تنفيذ هذا المشروع، بعد إصدار التراخيص اللازمة. بس حبيت أأكد لكم إخواني أن المشروع ماشي، وأيضا الشركة المنفذة هناك حقيقة اجتماعات مستمرة معها، ونأمل إن شاء الله أن خلال 2-3 شهور إن شاء الله القادمين يبتدي تنفيذ هذا المشروع.